صلى على النبي. الهدف من قصه التقسيمه ان احنا نوصل في الاخر ان احنا مرشقين المكونات بتاعت المكنه كلها في خيالنا من غير الشاسيه بتاع المكنه. الشاسيه بتاع المكنه شيء من الاشياء اللي بتعمل تشويش على العقل في الفهم. انما لو قدرت ارتقي بروحي كده والدنيا جميله واعرف اتخيل المكونات كلها وهي متشعلقه على الهواء وافصل وظيفه الشاسيه الحاجات المحدده فيه اعرفها بقى. اللي يلزمني ان الشاسيه ايه بقى من الاخر؟ اللي هو دي كلها. الله ينور عليك. اللي هو لا اللي يلزمني انا بالنسبه مهندس هو بيجمع الليله كلها بس معاملتي معاه من ناحيه الصيانه. امتى الشاسيه بالنسبه لي بيبقى ازمه؟ لما يتلوح. فبناء عليه لوح المكونات اللي متثبته عليه، فبناء عليه في حاجه متحركه يا هتتقل يا اما في مسار هيقطع. حلو الكلام؟ تاني شيء يلزمني ان الشاسيه يعني اول حاجه قلنا تثبيت المكونات عليه، ولو حصل لوح يبقى المكونات اللي متثبته هتتلوح على حسب ايه اللي اتلوح؟ على حسب النتيجه اللي اشوفها. بس النتيجه ما بين مكون متحرك لوحته، فبناء عليه اي مكون متحرك يتلوح معرض ان هو الحركه بتاعته تتقل، دي رقم واحد. لو اللوحه دي في المسار بتاع الورقه يبقى احنا كده معرضين للحشر. تمام؟ ايه تاني يلزمني من الشاسيه؟ الشاسيه الجزء اللي انا بدرسه بعيني كده افسره وتبقى الرؤيه واضحه في دماغي ما يخص مسار الورق. تمام؟ يعني مجموعه السحب عباره عن شويه مكونات متحركه وشايلها شاسيه. تمام؟ طيب اللي يلزمني في الشاسيه بتاع مجموعه السحب ده ايه؟ الجزء اللي بيطل على مسار الورقه وبيشتغل جدار الورقه تمشي عليه زي جايد كده. الورق ماشي عليه، ده اللي يلزمني عيني تبقى شايفاه وحافظه من تحت لفوق شكله. تمام؟ انما بقيت شاسيه المكنه ما يلزمنيش منه حاجه، انا بالعكس محتاج ان انا اشيل المكونات دي من شاسيه المكنه واحطها في خيالي كده ابقى شايفها كلها ماشيه ازاي. تمام؟ والشاسيه اهتم بالجزء بتاع مسار الورق ان انا احفظه على كده المكونات ثابته عليه. عينك؟ طيب تعالى نتكلم بقى على المكونات دي بتبقى تقسيمتها شكلها عامل ازاي جوه المكنه.